فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. قال رحمه الله: في المسألة آثار غير ما ذكرته، في بعضها نظر وبعضها موضوع. وأيضا فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما وضع ديوان العطاء، يقول رحمه الله: في المسألة آثار غير ما ذكرته. والآثار جمع أثر، وهو ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يطلق على ما روي عن غيره من العلماء والسلف الصالح. فالمسألة فيها آثار، يعني في فضل العرب على غيرهم، لكن هذه الآثار متفاوتة، منها ما هو ضعيف، ومنها ما هو موضوع، ومنها ما هو حسن، ومنها ما هو صحيح. فهذه الآثار نظرا لكثرتها فإنها تتعاضد وتتساعد، تدل على الأصل، وهو فضل العرب، فضل جنس العرب على غيرهم. هذا من حيث الجنس. أما من حيث الأفراد، قد يكون في العجم من هو خير من كثير من العرب من حيث الأفراد.